بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بدراسة متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان هكا زاون فارو ان لتابن سابو واتو لتابن دعيكي كرنسا دروس ما سمهم منشي قدوكاً الأمة. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ دمي يسامو كدوك لتابن الدروس المهمة مكتشي زاون كارن تدشي لأنها مهمة. سابو دا لتابن ينا دا مهم منشي أوصى العلماء بدراستها ما لم يسني وسيا أكارن تردشي. تصلح أن تدرس بكل لغة ولكل أحد، وللمسلم وللمسلم الجديد ولغير المسلمين. Littafin ya dace a karantar da shi ga namiji da mace da yaro da babba da sabon musulunta da wadda ba ma musulmi ba kowa littafin ya dace da shi dakar almuallif fiha awalan ma ta'allaq bi hal as-salaf ma'a al-quran kayf nakum ma'a al-quran na farko mawallafin ya ambata a cikin wannan littafin ya ambata mana yadda magabata su kasance da halin su dangane da alqur'ani mu ma ya kamata mu kasance القسم الثاني ذكر فيه التوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك ابو نبيو اليتافين يا امبتي توحيدي ده ابين دكي كيشين تنتر توحيدي واتو شركه وذكر الصلاه ما يتعلق بالصلاه من شروط وكذا نعم سانن ابو نا اوكو شيني يا امبتي صلاه ده ابين دكي ده علاقه ده صلاه ان شروطنتا ده سورنسو الرابع ذكر فيه الطهاره وما يتعلق بالطهاره نا هدو يا امبتي طهاره ده ابين دكي ده علاقه ده طهاره نعم وذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية. سألنا النبي يا أم بتشل الدبا ده عليا نمسلنش. ثم تجهيز الميت تكفين والصلاة عليه. سألنا كم أبو نشيد نكر شيء شيني ما لم يأم بتشي إذا ما متشي يا رسول الله دزا أشري يا شي ده دزا أمس اللي كفني ده دزا أمس صلى ده دزا أبو نشي. فلا يمكن لطالب العلم أن يتكبر على العلم والعلماء لا بد يسير يعني لا يقول هذه الدروس هي مهمة لكن لعامة الأمة أنا لست من عام الأمة لا ما ينبغي للطالب أن يصنعها بيداتي قدالي بي يجير من كي يتي آشي يا فكر فيني بصهر عندما لم يسك صهر أبا abin da ya dace shine dalibi ya karanta irin wannan kar ya ce a'a ai wannan ya dace ne daga magarin mutane waɗanda ba daliban ilimi ba mu kan sai manyan ilimi a'a bai dace dalibin ilimi yayi girman kai ba a dole ya tafi akan yadda malamai suka tsara ya karanta irin wannan littafi saboda muhimmancin sa wallahi a'lam Allah shine mafi sani